فريق الرجاء بدون جمهور في مباريات مصرية. لن يتمكن فريق الرجاء من الاستفادة من مناصريه في مباريات مصرية مقررة في الأيام القليلة القادمة. وأعلنت مجموعة كورفا السيد أو المدرج الجنوبي مقاطعتها للمباريات المقبلة إلى أجل غير مسمى. وعزت المجموعة قرارها إلى ما أسمت المشاكل التنظيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة أمام وفاق سطيف الجزائري برسم الجولة الأخيرة من الدور المجموعات، زد على ذلك غلاء الأسعار. وقالت المجموعة في بلاغ لها الصادر أمس الثلاثاء: وما إن نستبشر خيرا بإنجاح العودة الجماهيرية الكبرى حتى نكتشف أن هناك من يستغل الشعبية الجارفة لنادي الرجاء ويحاول بأنذر الطرق استغلال لقائه مع فريق الشعب بطرح عدد ضئيل جدا من التذاكر وبسعر خيالي لم نعتد عليه في تاريخ تنقلاتنا إلى تلك الملاعب الصغيرة التي ما زلنا نعاني تبعات طريقة استضافتها لمباريات العالمية.